تبدأ جماعة الحوثي مرحلة جديدة من العمليات المركزة في عمق الكيان الإسرائيلي في فترة استثنائية يترقب العالم فيها تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية بعد فوز ترامب. عملية عسكرية نوعية أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها صباح اليوم طالت قاعدة نحال سوريك العسكرية جنوب شرق تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي خلف أضراراً مباشرة. جيش الاحتلال قال إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن لم يعبر الأجواء الإسرائيلية، لكن هيئة البث ذكرت أن شظايا الصواريخ الاعتراضية تسببت بحرائق في مستوطنة غربية مدينة القدس المحتلة. إذن هجومان لجماعة الحوثي على الأراضي المحتلة خلال 3 أيام تكفي للإشارة إلى أن صنعاء ماضية في عملياتها، ولا تغيير في هذا المسار ما لم تشهد غزة إيقافاً فعلياً لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي. اليمن كذلك يتعرض لغارات أمريكية بريطانية متواصلة، آخرها اليوم 7 غارات على محافظتي عمران وصعدة، كما نقل إعلام جماعة الحوثي وسط تقارير دولية تتوقع استمرار الغارات على الأقل حتى أواخر ديسمبر المقبل. وبينما تستمر جرائم الاحتلال في غزة ولبنان، تتجه الأنظار نحو الرياض مع انطلاق قمة عربية إسلامية استثنائية لبحث تطورات الحرب، والسؤال هل ستسفر عن قرارات ذات مغزى أم إنها ستكون كسابقاتها؟ عدد من القادة جددوا الإدانات والرفض القاطع للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان وأثرها في تقويض جهود التوصل إلى التهدئة وبحث اليوم التالي من الحرب. ويمكن القول إن الفترة التي تسبق رحيل إدارة بايدن وتسلم إدارة ترامب زمام البيت الأبيض قد تشهد تغييرات مهمة على صعيد تطورات الشرق الأوسط والمنطقة وترسم ملامح الفترة المقبلة، فإما المضي نحو سلام دائم أو التأهب لحرب شاملة.